قال لي أحد المشايخ إن الشرك الآن منتشر بين أكثر الناس، وإنه لا يجوز أكل لحوم الذبائح التي تذبح هنا حتى تتأكد من أن الذابح أنه موحد. لا، هذا لا أصل له الكلام هذا. بلاد المسلمين الأصل فيها التوحيد والحمد لله، والذبائح التي تذبح في بلاد المسلمين الأصل فيها أنها حلال، ولا وهذا من الغلو، أن الإنسان تشدد هذا التشدد، يقول ما أكل من هذه الذبيحة إلا إذا عرفت أن اللي ذابحها موحد. ما دام أن في بلاد المسلمين فالأصل في ذبائح المسلمين السداد والمشروعية، فلا تبحث عن هذا. نعم. إلا إذا عرفت أن الذي ذبحها يعمل شيء من الشركيات، إذا عرفت هذا فذبيحته حرام. نعم.